احنا ندعو بنعم للوثيقه التي ستظهر من خلال اقتراحاتنا اللي قلت تتوافق في الكثير، حوالي 80% من نقاط المقترحه التجمع الوطني الديمقراطي متفق عليها. الشيء اللي قدمنا فيه اقتراحاتنا هو اللي احنا راح نطالبوا به، وان شاء الله يكون في الوثيقه النهائيه، وراح نمشي في هذا الدستور التوافقي. اختيار اول نوفمبر راح يكون تاريخي كذلك، وراح يكون منعرج في تاريخ الجزائر. ان شاء الله راح الدستور ينال اغلبيه الشعب الجزائري، والناس تروح تنتخب بقوه على هذا الدستور للانتقال الى مجال ديمقراطي جديد، الى وطني انهى عهد المسانده فقط. نساند عندما تكون المشاريع تخدم البلاد، لكن لا نساند عندما نشوف البلاد رايحه الى هاويه، وراح التجمع الوطني الديمقراطي يقول ويسجل موقفه في كل المستويات.